مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم. اسمحوا لنا النهارده ان احنا نستكمل معاكم المحطات الدبلوماسيه الخاصه بمعالي السفيره الدكتوره نميره نجم، وهي المستشار القانوني للاتحاد الافريقي، فابقوا معنا. معالي السفيره، استكمالا للحديث عن رواندا، في الفتره دي حضرتك كنت سفيره مصر لدى دوله رواندا، كان في اهتمامات خاصه بحقوق الانسان. انا احب اعرف من حضرتك اكتر عن هذه الاهتمامات ممثله في مخيم مهاما تحديدا. هو الحقيقة خلال فترة عملي في رواندا كنت بدعم العمل الدولي الخاص بمنظمة اللاجئين نظرا للبعد الإنساني فيه، فده جاء خلاله دعمي وبالتالي طبعا دعم جمهورية مصر العربية للاجئين البوروندييين في رواندا في مخيم مهاما أثناء القلاقل التي حدثت في بوروندي آنذاك، وتتبعها خلال نفس الفترة قيامي بتدريس القانون الدولي الإنساني في جامعة رواندا في كيالي، وذلك هل ممكن نعرف لمحة عن هذا القانون؟ القانون الدولي الإنساني يطبق وقت الحروب، ليس له مكان وقت السلم، ليس كالقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يطبق وقت السلم ووقت الحرب، إنما القانون الدولي الإنساني يحدث فقط يطبق فقط أثناء الحروب، وذلك لحماية المدنيين وكذلك إعطاء المحاربين حقوق التعامل الآدمي إذا ما وقعوا في الأسر، حقهم في العلاج إذا وقعوا ضحية أذى بدني من جراء الحرب. فالقانون الدولي الإنساني طبعا قديم جدا، بدأ إرهاصاته الحديثة من القرن الرابع عشر والخامس عشر، والقواعد الأساسية التي نطبقها حاليا جزء منها فيما نطق عليه قوانين لاهاي وقوانين جنيف، جزء منها في القرن السابع عشر والثامن عشر، والجزء الآخر في أربعينيات القرن الماضي. بعد كده تم ترشيح حضرتك كمستشار قانوني للاتحاد الأفريقي. أنا حابة أعرف معاك عن هذا الترشيح وعن المهام اللي كانت موكلة لحضرتك في هذا المنصب. هو المنصب الذي أشغله في الاتحاد الأفريقي منصب بالتعيين وليس بالانتخاب، ولكن لفت نظري إليه السيد السفير أبو بكر حفني سفير مصر في أديس أبابا آنذاك خلال أعمال القمة الإفريقية 2016 في كيجالي، وفي وجود السيد الوزير سامح شكري، والذي أثنى على الفكرة، فقمت بالتقديم، وبعدها استطعت أن أنهي كل متطلبات الوظيفة من امتحانات وانترفيوز، وبدعم من السفارة في أديس أبابا والسيد وزير الخارجية احتليت منصب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي. تحديات كتير، بدايتها التحديات السياسية، نظرا أنني قبل أن أعتلي هذا المنصب كان هناك الكثير من أو بعض الدول التي لا ترغب في أن يتولى مصري هذا المنصب، لأن هذه أمور تدخل فيها العلاقات الخاصة بين مصر والدول الأخرى، فإذا كان هناك بعض التخوفات من أن يتولى مصري منصب مهم كهذا المنصب، كان ده عاد علي أنا كإنسان متقدم لوظيفة أنه تأخر اتخاذ القرار بعض الشيء، لحين اتخذ السيد مصطفى قيح رئيس قطاع الاتحاد الافريقي قرار نهائي بتعييني في هذا المنصب. هذا المنصب اللي احنا بنتحدث عنه وهو المستشار القانوني للاتحاد الافريقي اتاح لحضرتك فرصه ذهبيه، وهي فرصه الترافع باسم الاتحاد امام محكمه العدل الدوليه، وبالاخص يعني انا حابه اخص مع حضرتك في قضيه تشاجوس. انا حابه اعرف من حضرتك اكتر عن هذه القضيه
والتحديات اللي كانت بتواجه حضرتك فيها، وأيضا عن ما أسفرت عنه هذه القضية طبعا بسبب مرافعة حضرتك المعروفة فيها. هو الحقيقة كان خلال بدء العمل كمحامي دولي، وهو الانتقال من مجرد مستشار قانوني أو أني سفير بالخارجية المصرية، كان في محكمتين دوليتين، محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. حضرتك تفضلتي بذكر تشاغوس في محكمة العدل الدولية، والأخرى كانت مرافعة كذلك وإعداد مذكرات مكتوبة في الاستئناف الخاص بالأردن في الدعوة الخاصة بالرئيس السوداني السابق البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية. هي البداية طبعا كانت زي ما حضرتك تفضلتي تشاغوس في المحكمة العدل الدولية، عشان بس ألقي الضوء للبعض الغير متخصصين في القانون الدولي، المحاكم الدولية ليست كالمحاكم الداخلية، ليست للمواطنين، ولكن الدول هي التي تقف وتترافع. محكمة العدل الدولية محكمة تخص التقاضي ما بين الدول، وهناك شق غير معروف بشكل كبير لأنه مش موجود إلا في الاستشارات القانونية الداخلية في الأجهزة الدولة، حينما نطلب رأي استشاري من مجلس الدولة على سبيل المثال. لكن فيما يتعلق بالمحاكم الدولية ومحكمة العدل الدولية هناك الشق اللي هو التقاضي بين دولتين أو أكثر، والشق الآخر هو طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية. وتشاغوس كانت أحد هذه الآراء الاستشارية، طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية أن تأتي برأي قانوني حول وضعية جزر أرخبيل تشاغوس، وهي مجموعة جزر في المحيط الهندي كانت تتبع لموريشيوس قبل الاستقلال من المملكة المتحدة. حينما تم الاستقلال في الستينات وافق آنذاك رئيس مجلس الوزراء في موريشيوس بقبول تسوية مع المملكة المتحدة أن تحصل الجزر اللي هي موريشيوس حاليا على استقلالها بإدارة مستقلة، وعلى أن يتم فصل جزر تشاغوس عن إدارة موريشيوس مؤقتا. وكان منذ ذلك الوقت حتى الرأي الاستشاري كانت موريشيوس تطالب المملكة المتحدة برد جزر تشاغوس إلى سيادتها. خلال الفترة دي في أكبر جزيرة في تشاغوس اسمها ديجو غارثيا، حاليا هي مقر لأحد كبرى القواعد العسكرية النووية الأمريكية في هذه الجزر، وذلك لأن المملكة المتحدة أجرتها للولايات المتحدة. اللي حصل أنه خلال كل هذه الفترة كان الرد المملكة المتحدة على موريشيوس سوف نعيد إليكم الجزر حينما تنتفي حاجتنا لها من الناحية العسكرية، لأنها مركزها بالنسبة عسكريا استراتيجي. فانتهى الأمر بأنه تم تحريك الموضوع في الجمعية العامة، وطلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية. وكان بالنسبة لي بقى أول تحدي أنه يتم تشكيل وفد قانوني من المحامين معي للترافع أمام المحكمة، تمام، خاصة أنه دي يدخل فيها المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، ودول كبرى، وبالتالي سيكون أمامنا أكبر محامين دوليين في العالم، وهم المحامين الذين يترافعون باسم الدول ليس المحامين الذين نعرفهم. نقدر نقول أن حصول حضرتك على الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة لندن أفاد حضرتك كثيرا في هذه القضية تحديدا؟ هو الأساس مش بس عشان برضو لا أغبن حق الجامعة المصرية، الأساس هو دراسة القانون،
دراسة القانون كأساس من هنا في مصر، تلاها الماجستير والدكتوراه في القانون الدولي، عمق فهمي للقانون الدولي مع استمراريتي في العمل كما أشرت سابقا في المحافل الدولية في مجال القانون الدولي ساعدني بشكل كبير. كان طبعا التحدي الأول تشكيل الوفد من المحامين، وقمت بتشكيل وفد سواء في أمام محكمة العدل أو المحكمة الجنائية الدولية، وفد إفريقي خالص. وكان هذا أحد المبادئ لي، أنه ليس طالما لدينا قدرات قانونية دولية داخل القارة الإفريقية يجب الاستفادة بها واستغلالها قبل اللجوء للآخر. وبالفعل انضم لي سيد مكان مبينج، أستاذ حاليا هو رئيس قسم القانون الدولي بجامعة جنيف وهو سنغالي الجنسية، والأستاذ السفير السابق محمد جمعة. عملنا سويا، قمنا بأداء مرافعة يبدو أنها كانت مبهرة ومؤثرة. الحقيقة ده طبعا نتيجة للصدى اللي تم من خلالها يعني، والعمل المستمر يعني. حضرتك بتتكلمي عن التحديات، احنا قعدنا فيه قبل، لأن يسبق المرافعات الشفوية مرافعات مكتوبة. المذكرات المكتوبة استمرنا في الإعداد ليها بشكل مطول في اجتماعات مطولة، وكذلك قبل أن نسلمها يعني يوم بليله بنشتغل بس علشان نتأكد أنه المذكرة كما تنبغي تتناول كافة النقاط التي نريد جلبها أمام المحكمة. احنا كنا كوفد اتحاد افريقي كنا اخر ناس نتكلم امام المحكمة في المرافعات الشفوية، نظرا نحن نمثل منظمة دولية ولا نمثل دولة، فكنا اخر ناس، ويبدو ان ختامها كان مسكا، وخرج الرأي الاستشاري في صالح موريشيوس. برضو تواجد حضرتك كمستشار قانوني في الاتحاد الأفريقي، خليني برضو أسأل حضرتك عن تقييمك لأداء المرأة ودورها في الحراك السياسي للقارة الأفريقية. المرأة طبعا دلوقتي هي قلبا وقالبا جزء لا يتجزأ من العمل، ليس فقط المهني ولكن العمل السياسي في إفريقيا. إحنا داخل الاتحاد الأفريقي بنسعى كالأمم المتحدة أن يكون هناك 50% رجال 50% نساء داخل المنظمة، فهذا متوافر بالفعل في كافة المناصب المنتخبة، والآن نسعى أن يكون ذلك في المناصب المعينة. أعتقد أنه لم يكن مسبوق في مخيلتنا ونحن شباب أن نجد في القارة الإفريقية سيدة على رأس دولة أو سيدة على رأس وزارات سيادية هامة للغاية. فإحنا لدينا الآن سيدات رؤساء دول، رؤساء وزراء، وزراء عدل وحربية، ووزراء خارجية، وبالتالي تولت المرأة الإفريقية حقائب غير مسبوقة في ما يتعلق بالجوانب التنفيذية في الحكومة، وكذلك فيما يتعلق بالبرلمانيات. الآن هناك تزايد كبير في كافة المحافل الإفريقية فيما يتعلق بعدد البرلمانيات وعدد السيدات المنشئات لشركات وعلى رأس شركات كبيرة. فأصبح هناك تولي للمرأة الإفريقية لمناصب في القطاع العام والقطاع الخاص غير مسبوق، وبالتالي هي جزء أساسي في التنمية. برضو تواجد حضرتك كمستشار قانوني للاتحاد الأفريقي بيخليني أسأل حضرتك فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب. الإرهاب يعتبر عائق كبير للتنمية في القارة الأفريقية،
ما هي الاستراتيجية اللي بيضعها الاتحاد الأفريقي حاليا للقضاء على هذه الظاهرة؟ فيما يتعلق بموضوعات مواجهة الإرهاب، هو في حقيقة الأمر على قمة أجندة الاتحاد الأفريقي مكافحة الإرهاب وكذلك كل مهددات السلم والأمن. ما لا يزال أمامنا باع طويل في مكافحة الجريمة المنظمة، الإرهاب، الحروب الداخلية وغيرها من المؤثرات السلبية على التنمية. حاليا أقدر أقولك أنه آخر حاجتين حصلوا في الاتحاد الأفريقي: اجتماع لمكافحة الإرهاب الدولي في وهران بالجزائر ارتبط موضوعاته بالكامل بموضوعات مكافحة الإرهاب في أفريقيا، وطبعا هنا بنسلط الضوء على منطقة الساحل والصحراء، وكذلك المنحة الجديد للإرهاب فيما يتعلق بالإرهاب البحري في منطقة الخليج غينيا وكابو دلجادو بموزمبيق. كلها تهديدات إرهابية بتغير أشكالها وبتؤثر على الاستقرار في القارة الأفريقية. هناك خطوات مرتبطة بالاستراتيجية الخاصة بمكافحة الإرهاب وكذلك التعاون مع الشركاء فيما يتعلق بموضوعات الإرهاب والسلم والأمن. ونحن نتحدث الآن، هناك اجتماع في غانا مع الدول أعضاء مجلس السلم والأمن لبحث موضوع الانتقال غير الدستوري للسلطة، نظرا لأن الفترة الأخيرة شهدت القارة الإفريقية قلاقل كثيرة وتغيرات وانقلابات عسكرية كثيرة في منطقة غرب إفريقيا، وهي بلا شك تهدد الاستقرار والأمن في القارة. فنحن نعمل وفقا للمعطيات التي لدينا. التحديات كثيرة ولكن علينا الاستمرار في العمل. معالي السفيرة، اسمحي لي، أنا حابة أن أنا أوضح لكل المشاهدين اللي بيتابعونا النهاردة أن معالي السفيرة الدكتورة نميرة نجم تم اختيارها ضمن أكثر 50 سيدة ملهمة في مجال القانون داخل قارة أفريقيا. وسؤالي لمعالي السفيرة، رؤية حضرتك أو انطباع حضرتك عن هذا؟ وطبعا أنا سعيدة جدا بهذا الاختيار نظرا أنه يكلل جهدي بأكمله في مجال القانون الدولي على مدار 30 سنة بإبراز أنه مؤثر في القارة الإفريقية وعلى الفتيات والسيدات. وأمل أن يكون هذا الاختيار مرتبط بما سيحدث في المستقبل ويرتبط كذلك بدعم الفتيات والسيدات للعمل في مجال القانون وخاصة القانون الدولي سواء محليا إفريقيا أو دوليا. أعتقد أنه وراء ليس بالنسبة لي فقط ولكن لكافة السيدات التي ذكر اسمهم في القائمة، جميعهم مؤثرين في مجالاتهم في القانون سواء في القانون الدولي وغيره، وأعتقد أنه ده هيكون عامل مشجع لأخريات في الانضمام للمحفل القانوني الدولي. واحنا ايضا بنشكر حضرتك جدا معالي السفيره على هذا اللقاء المميز. مشاهدينا في كل مكان، وبكده خلصنا معاكم حلقتنا النهارده، وكنا في ضيافه معالي السفيره الدكتوره نميره نجم المستشار القانوني للاتحاد الافريقي. بشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء.